انا امي جت صحتني الصبح وانا نايم على السرير، بتقول لي ميعاد الماتش وخلي بالك من التحفيز. قلت لها ايه تاني، مش الاهلي على الزمالك ده؟ قالت لي قوم اطمن على ظهر النقاش. الشحات والنقاش، الشحات والنقاش، الشحات والنقاش، الشحات والنقاش، الشحات، الشحات والنقاش، الشحات والنقاش، الشحات والنقاش، الشحات والنقاش. ابقى فرصة بيه وحياتك يا معلم. حكايات من كتر ما بفكر في اللي حصل لي، بس من سعد الثاني ايفونا في وسط التلاتة ويجيب وبسي. رحت لأمي قلت لها تعمل لي بليلة في طبق إزاز. جعان يا أمي. قالت لي مش هعمل لك إلا لما تطمن على ظهر النقاش. تعالي بقى. والنقاش الشحات، والنقاش الشحات، والنقاش الشحات، والنقاش الشحات، والنقاش الشحات، أو النقاش. حسين 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 شحات، وطلع في الهوا هوبا. الزبون اتسمر في مكانه، الزبون اتسمر في مكانه، وادي النقاص اخد غيره ووقف، وقف في الهوا بعد ما طار في الهوا شاش. قال له تشرب ايه؟ قال له شاي. تشرب ايه؟ اشرب 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 شاي. اشرب شاي. وانك طمن على ظهر النقاز. الشحات والنقاز، الشحات والنقاز، الشحات والنقاز، الشحات والنقاز، الشحات والنقاز، الشحات.